لا يعد عليكم الشهر الكريم ده بخير. عايزه اقول لكم النهارده شركه السليمانيه بتقدم لكم طقم جديد مستورد. ده شكله هوريكم بقى الطقم عباره عن ايه، وهوريكم الادوات بتاعته. هنا دوت معايا الجريل، ده الجريل طبعا اهو. دوت معاه جوان، دوت بيبقى بيتحط في الحته دي عشان عدم خروج اي ادخنه او بخار او طرطشه بتاعت الزيت او الحاجات ديت. طبعا ليه هنا شكلين، في شكل هنا اهوت، وفي شكل اللي هي التضليعه زي ما حضرتك شايفين هنا معايا اهيت، وفي هنا طبعا الايد ديت. الايد دي طبعا مغناطيس كده، ممكن طبعا اعمل يعني انا ممكن اعمل البصمه ديت او البصمه دي على الشكل مثلا، ممكن احطه كده على البوتاجاز او ممكن احطه كده على حسب انا محبه الشكل. هعرض لكم بعد كده الحلل بتاعتي. طبعا في مقاسات الحلل بتاعتي، في منها مقاس 20، في مقاس 24، وفي مقاس 28. طبعا مع مسكات زي ما حضراتكم شايفين اهي معايا مسكات، علشان طبعا تخلي بالها مني يعني ما تلسعش. بعد كده في دي كاسرولة بالشكل دوت اهي صغيره. طبعا الغطا شكله بصراحه جميل جدا، شكله في منتهى الشياكه بصراحه، شكله شيك جدا. نيجي بعد كده في الحاله الكبيره خالص، هي مقاسها 28. دي طبعا هحتاجها قوي قوي في رمضان عشان خاطر العزايم، هحتاجها في اكلات لما اجي اعزم ناس، فهتبقى جميله، انا هحتاجها في حاجات كتيره. بعد كده في هنا مقلايه بالشكل دوت اهي اهي، دي مقلايه. طبعا الايد دي انا ممكن استغنى عنها واعملها مثلا زي صينيه احطها في الفرن، وممكن اركبها تاني يعني بتتفك وبتتحط تاني. ده المنتج. انا عايزه بقى اكلمكم عن المنتج. هنا شكله اهوت زي ما حضراتكم شايفين معايا، مكتوب عليه بايو. بايو ديت معناه ان هو المنتج دوت صحي، يعني انا بعمل فيه الاكل والاكل بيكون صحي، ما كويس للمعده، مريح في الاكل. في طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان في انواع من الحلل بتبقى مش صحيه خالص، بيبقى فيها بتكون فيها صدأ او تآكل بعد استخدام كذا مره فيها، لكن دوت صحي وبصراحه جميل جدا. كمان انا عايزه اوريكم المنتج، عايزه اوريكم كمان المنتج. هنا اهوت في العلامات ديت اهي، العلامات ديت طبعا دي معناها ان المنتج دوت عالي الجوده وان هو صحي. هنا كمان ادي العلامه ديت معناها ان هو الشكل كده. هنا بصوا حضرتك الحله نفسها تقيله، بعمل فيها اكلات جميله وحلوه. الوزن بصوا حضرتك انا عايزه اوزنها قدامكم، جميله وتقيله ان انا بستخدم فيها حاجات كتيره. طبعا المنتج دوت انا ممكن احطه على المسطحات اللي هي الاندكشن اللي هي الحاجات الحديثه، ممكن احطه على البوتاجاز اللي هو البلاطه العادي الكهرباء العاديه، ممكن احطه على الشعله. يعني المنتج اهو ده الشكل بتاعه زي ما حضرتك شايفين معايا. ممكن ان انا اشغله على الهالوجين. طبعا هو سهل التنظيف، اجمل حاجه بصراحه انا بدور عليها ان هو سهل في التنظيف. هنا كده بصوا حضرتكم ده هنا المنتج سهل في التنظيف. وكمان انا ممكن احطه في غساله الاطباق. عايزه اقول لكم دي المنتج دوت هو الومنيوم حمايه، هو بيور الومنيوم صافي بجانب طبقه في الاكل بتاعي يبقى صحي وكويس. ده شكل المنتج بتاعه، عايزه اقول لكم 3 دي هو اربع طبقات حمايه، طبقه بجانب طبقه عشان الاكل بتاعي يبقى صحي وكويس. وعايزه اقول لكم السعر في اخر العرض.